سنشهد اليوم إمضاء بمناسبة هذا اليوم إمضاء مجموعة من العقود مع الشركات الفرعية لسوناتراك بقيمة تقريب أكثر من 100 مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 750 مليون دولار. ستشهد مراسيم اليوم الإمضاء على عقود لا بأس به من على عقود أخرى من فروع سوناتراك، التي من المنتظر أن توفر سوقاً للمناولة لا بأس به في مختلف النشاطات، خاصة الأشغال والخدمات البترولية والشبه البترولية.